متابعتنا الإخبارية والتغطيات مستمرة معكم على شاشة التلفزيون المصري مباشرة من مدينة شرم الشيخ. ينضم إلينا موفد التلفزيون المصري يوسف عبدين. يوسف، ضعني في صورة هذا اليوم وأبرز الجلسات والفعاليات. مساء الخير هبة. قبل الحديث عن جلسات اليوم، لقد وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ الدولي، وكان في استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وصل الرئيس الأمريكي إلى شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات قمة المناخ كوب 27، مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وعقب وصول السيد الرئيس جو بايدن إلى هنا إلى مطار شرم الشيخ، عقد لقاء ثنائيا مع الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتناول الجانبان عمق العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. ورحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي جو بايدن على أرض مصر، مثمنا عمق العلاقات وتوحد توافق وتوحد الرؤى المشتركة بين مصر والولايات المتحدة في مختلف الجوانب ومختلف القضايا. أيضا بدوره شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر على استضافة هذه القمة، قمة كوب 27، قمة التنفيذ، وأكد دعمه للدولة المصرية على استضافتها لهذه القمة وعلى دورها الريادي والقائد معظم القضايا الإقليمية والدولية لما لمصر من دور محوري في هذه القضايا. تناول الجانبان مناقشة العديد من القضايا، كان من بينها قضية تغير المناخ الذي نحن بصدده الآن. نحن الآن في مركز المؤتمرات بشرم الشيخ وأمام قاعة نيفرتيتي التي سوف يلقي فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمته. منذ قليل كان هناك مؤتمرا صحفيا لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والتي تحدثت فيها عن الخطوط العريضة التي سيتناولها الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته. نعم يوسف، يعني نحن معك في تغطية مباشرة على شاشة التلفزيون المصري لهذه الفعالية والقمة الهامة من مدينة شرم الشيخ. بالطبع أشكرك جزيل الشكر يوسف عبدين موفد التلفزيون المصري.